أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في متابعة اليوم الثاني لمؤتمر التمريض الذي يقام في مجمع دمنهور الثقافي تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة. والآن مع لقاء خاص مع الأستاذ مساعد في كلية التمريض الأستاذة نيفين حسن عبد العال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. كنت عاوزة أعرف نظرة حضرتك عن المؤتمر بشكل عام. والله هو مؤتمر بالنسبة لنا إحنا ككلية تمريض أول مؤتمر دولي لكلية تمريض، فعشان يتحقق اللي إحنا وصلنا له من أول وتاني يوم أنا سعيدة جدا وفخورة جدا جدا بالتمريض، والحمد لله ما قلناش عن أي محافظة أو أي جامعة من جامعات مصر كلها الحمد لله، وخصوصا إن هو دولي فده حاجة تشرف جامعة دمنهور. طب نظرة حضرتك للتنظيم كان في اليوم الأول أفضل ولا في اليوم الثاني ولا الاثنين زي بعض؟ لا، احنا completed each other، يعني بنكمل بعض. يعني عايزة أقول إن في لجنة علمية وفي لجنة ترحيب وفي لجنة تسجيل وفي لجنة تنظيم وفي لجنة في لجان كتيرة، فده عشان احنا نوصل للي احنا فيه ده بنحضر له من شهور سابقة، فكان كل واحد جاي عارف ايه هي الديوتي بتاعته عشان يقدر يحققها ويوصل للي احنا فيه الحمد لله، وكلنا كنا جروب ورك ومتعاونين مع بعض الحمد لله. طب ايه هي اهداف المؤتمر؟ اهداف المؤتمر هي عبارة عن تحقيق المسارات الابداعية في التمريض كلها، ايه هو الجديد لنواكب العصر اللي احنا عايشين فيه والتكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها بالسوشيال ميديا ريليتد بقى الحاجة ساينتيفيكالي ايه هي، وخصوصا ان جانا ناس من برا وخصوصا بروفيسور دكتور روجر واتسون من يونيفرسيتي اوف هيل يونايتد كينجدم، اول ما اتكلم ايه هو المانسكريبت الانترناشنال، وكان في طبعا اول يوم كان ساينتيفيكالي بنتكلم ايه هي الحاجات اللي البيز اللي المفروض الباحث وساينتيفيكالي اكسبرت ازاي يمشي عليها، فكان طبعا بتقديم الاوراق البحثيه اللي اتقدمت، وده كان كم من الناس والدكاتره وعايزه اقول من محافظات مصر تقريبا من اقصى الصعيد لغايه جامعه اسكندريه كان كله بيجي وبيقدم اوراق والحمد لله نجحنا. طب هل المؤتمر وصل للمسميات اللي هي اهميته او اهدافه الاساسيه؟ طبعا طبعا، بتقديم الاوراق البحثيه بوجبه ما هو جديد، حبينا نحقق البوينت ان احنا بنحضر النورس ان هي نورس ليدر نورس كوميونيتي نورس كديفلوبمنت بوليسي ميكر. طبعا. طب المؤتمر كان ليه غرض ان هو يوصل رساله معينه للمجتمع او للطلاب، ايه هي الرساله اللي وصلها وهل نجح ولا لا؟ طالب التمريض افتكر هو فهم انه مش التمريض بس، ان هو هيلث كير بروفيشنال كلهم جروب ورك علشان تقديم احلى خدمه للمريض بالقصاد اللي هو بينزل فيه سواء سيرفيس او education. كطالب تمريض يبقى فخور بنفسه يبقى براود ويقدر يشتغل. احنا طبعا عندنا عملنا حاجات كتيره، دكتوره ايناس ربنا يكرمها يعني فتحنا 57 بننزل فيهم طلبه امتياز، وقد ايه بيتصارع ان هم يجروا ويروحوا يقضوا الامتياز 12 شهر فيها. طبعا اراوند ذا وورلد دكتور مجدي يعقوب في اسوان، فعايزه اقول لك ان احنا بنحضر طالب يعني ايه يفهم جامعه دمنهور الحمد لله الحمد لله، يعني حوالين العالم يا رب يا رب. طب هل في كلمه اخيره تقدري تقوليها لطلاب كليه التمريض؟ حولهم احنا فخورين بيكم جدا وعايزه المزيد، واحنا فخورين بامانه ان احنا عندنا نيولي جراديويت او جراديويت يبقى سبيشاليزد جامعه دمنهور. نشكر حضرتك جدا وتشرفنا. ميرسي. اشكرك شكرا ميرسي. وفي نهايه لقائنا نحب نشكر استاذه نيفين على اللقاء ده ونتشرف بكوننا